Thank you.
نزلتم، أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بالجميع في مباراة هي قمة القمم تجمع بين المنتخب التونسي أمام نظير المصري في ربع كأس أفريقيا للويفا. إذن معايا في التعليق بابي. مرحبا بابي. أحلى مرزة أخويا منور يا صاحبي. مرحبا يا أخويا. على كل، يلا يلا. إذن شكرا للزميل مرزة. حضرات المشاهدين أينما كنتم من المحيط الخليجي، اشتابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعناوين المسجد والتاريخ والعراقة والجماهيرية والقاعدة الشعبية ودخول النجوم الأفريق الكروية الآن في مباراة تونس ومصر. أكيد العراقة والأخوة، هذا هو ديربي الأفريقي في دور ربع نهائي بطولة أفريقيا بين اللاعبين. على كل ذن ضربة ستة أمتار الآن الكل على الكرة، اللاعب عنده الباع تمشي حامدو، حامدو مرة أخرى عنده باع. إذا اللاعب جوزيف في وسط الميدان أو لا؟ شوف المنتخب المصري يظل يسيطر أو لا؟ هي كورة! يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام! أي 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 أي! المنتخب المصري يظل يفتتح بوابة التسجيل الآن على النادي التونسي بهدف مباغت وضع عكس هجوم مرة أخرى. السلام، الله 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 الله. اشتعلت المباراة، اشتعلت المباراة بانتظار من سيكتب بالهيبة ومن سيجعل فيها 8 دقائق على بداية المباراة بتقدمات. ضربة حرة أخرى، مكان طيب ب 19 متر فقط، تمشي باس يندو بيا والتعادل. مش نورمال يا حبيبي، مش نورمال. كانت كرة على الخط، كانت كرة على الخط يا حبيبي على الخط، لكن الدفاع المصري على غرار وائل جمعة والسيد معوض الآن أسياد هات الفرصة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 عليكم. المنتخب التونسي لن يتأخر بنتيجة إلى حد ذات لحظات، لكن أكيد يعني بانتظار الصعبة. ذكروا أعزائي المشاهدين لكل من التحق بنا حديثا أنتم الليلة، إذا مع دور ربع نهائي كما ذكرنا من بطولة الفيفا برو كلوب. أكيد إذا ننتظر مردود أقوى من المنتخبين. على كل، سلام عن دانيس، تشكر التماس، تفضل. صحيح بابي، اذا المنتخب كما قلت في ربع نهائي كاس افريقيا للمنتخبات، تمام، منتخب مصري اللي هو صاحب المركز الثاني في المجموعه الاولى، والمنتخب التونسي هو صاحب المركز الاول في المجموعه الثالثه. اذا المنتخب التونسي الان متاخر بنتيجه 1-0 على اراضيه بعد خطا دفاعي، ولكن اللاعبين كانوا قادرين باش يسجلوا بابي في 10 دقائق بعد ما خرجها المدافع المصري من قلب المرمى. بالضبط بالضبط، اذا كما ذكرت اخونا مرزا، المنتخب المصري كاد ان يباغت بهدف، لكن على كل كان حاضر وكان موجود، اذا وخلى نفسه اذا كما نقولوا احنا متقدم في النتيجه. على كل، تعود الكره التماس عند المنتخب المصري مره اخرى، هنا في الدفاع عند شكون محمد، تعود اللاعب وشحاتع، وهذا شكون، هذا دون، هذا تورنادو، هذا رونالدو المصري، وهذا كابتن شحاتع، تمشي كره في الباك الشمال. يا سلام، الله 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 الله، مش ممكن. هو الدفاع عندنا في التغطية اعزائي المشاهدين، تمشي الكره عند اللاعب حامد في وسط الميدان. يلا يا فارس، يلا يا حمزه، يلا يا حمزه والاستماتع. لكن المنتخب المصري مازال كما ذكرنا اعزائي المشاهدين متفوق بالنتيجه وكذلك بالاداء. نذكر ان هذا الدور الرابع النهائي اذا متكون من مباراه ذهاب ومباراه اياب. مباراه اذا ذهاب ستكون هنا في الملعب الاولمبي بيرانس، والعوده ستكون هناك في القاهره في ملعب برج العرب. كره جوزيف، هذا فارس، يلا يا بابا امشي، حمزه حمزه، الله يا حمزه. اذا شكون هوبا عندنا فارس في غياب على ما يبدو لاعب باريس سكين، وكذلك باركر. اذا لا يتمكن المنتخب التونسي من مباغته المنتخب المصري،
على كل ده كلها اختيارات تكتيكية. هذا اللاعب وائل، او هو وائل الان على حافة الميدان. يلا وائل، يلا وائل، كورة ذنة في التماس. على كل ذنة اعزائي المشاهدين، كرة في وسط الميدان. هذا اللاعب الهندي تعود ذنة في وسط الميدان، لاعب شحاتة مرة أخرى عند المدافع. هذا هو اللي بيقوم بتغيير اللاعب من وجه لوجه. شنو لكن الجوزيف، لكن الجوزيف تختي عكس شو، عكس شو، ما الله عليك، الله ملا مصر. يظل مصر تتمكن من فرض سيطرتها الى حد اللحظات. المنتخب التونسي يعاني. على كل ذا ننتظر ونرتقب. على كل اعزائي المشاهدين، كما ذكرنا حللتم اهلا ونزلتم اهلا في دور ربع نهائي من بطولة النار، بطولة الكبار، بطولة افريقيا السادة الكرام في دورها الربع النهائي. ذكروا اعزائي المشاهدين بان المنتخب التونسي هو صاحب اللقب. يظل على نذير الليبي. على كل ظن اعزائي المشاهدين يتواصل النزال. المنتخب التونسي يبقى إذن عاجز على فك شفرة الدفاع على المنتخب المصري. ومنتخب المصري يتسلح بسلاح الهجمات المعاكسة التي ممكن من خلالها إذن خلينا نقول احنا يجيب البونت الثاني ويحسم اللعبة لهم. على كل هذا شكون حميد، يلا هوبا هوبا حمزة هوبا، يلا يا هوبا، يلا يا هوبا، جيب يا هوبا، ماركي هوبا. لكن إذا مسبق بريه تسلل التعادل، إذا يقول ليه أو الحظ يقول ليه في وجه منتخبنا التونسي. تواصل إذا مسلسل إذاعة الفرص أعزائي المشاهدين إلى حد هذه اللحظات. إذا نتبع انتبه علينا اعزائي المشاهدين، كره في الدفاع، قلب كره لكن موجود وقال ليه. هذه كره جوزيف يقلب الكره وفي هذا الامر بدات اعزائي المشاهدين الهجمات المعاكسه. قرابه 10 لاعبين في مناطق في وسط في منتصف ميدانهم. المنتخب التونسي لازم في الشوط الثاني يحاول يسرع اكثر اللعب، يحاول يبني اكثر هجمات، يحاول ينوع لعبه لما لا لتعادل، لتسجيل هدف تعادل والفوز المباراة. إذا لك الكلمة بابي. بالضبط بالضبط، لكن عزيزي المشاهدين يمشيوا معايا إذا فصل قصير ثم نعود. إذن عدنا والعدو أحمد أعزائي المشاهدين مع ثاني أشواط الدور الربع نهائي لبطولة النار، بطولة الكبار كما ذكرنا، دور الربع نهائي ببطولة أفريقيا بين المنتخب المصري والنادي التونسي. وهذا حمزة المنتخب التونسي يصل بكذا الهجوم. الله عليك، الله الله عليك يا مليون، الله عليك يا عدلي. لكن مهدي بعيدة، مهدي بعيدة على كل هذا اللاعب. كواريزما، محمد كواريزما، يلا يا محمد كواريزما. كوري في مناطق دفاع على المنتخب المصري. هنا مسلم، هذا اللاعب شحاتة. المنتخب المصري اعزائي المشاهدين مازال يسيطر بالكامل، مازال يسيطر بطول العرض على المباراة الى حد الدقيقة 50. حلوة حلو اللاعب، لكن جوزيف يلا يا جو حموز يا غول امشي يا باهي، دور دور يا نيس، يلا يا هوبا، يلا يا غول، يلا يا حموز حلو، لا يا حموز شعاتع ما تقول حكمه فما شيء،
ما فما شيء لعبة سليمة. يلا يلا يا عموز تمشي كوريا عند في وسط الدفاع وهذا عكس شوم. لا يا بابا رد بالك هذا مهدوش حلو الخضوة هاد. الله الله بكريم بكريم يا خور تعود عند وقت 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 في انتظار من سيكون من الأوائل. وهذا يا بابا عبيدو اي 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 منتخب مصري يظل استمتع ما بعد استمتع للمنتخب الفراعنة في نزله أمام نسور قرطاج إلى عدة اللعنات. نار 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 يا حبيبي نار في قمة ذات المعمى وقمة هذا المشوار. نزال وقت رعمة أعلى تناز إن شاء الله ترتقي هذه الليلة إلى أعلى درجات الجنون وفي الجنون الفنون. لعدد اللعنات هذا العزيز المشاهدين 7.5% نسبة امتلاك المنتخب التونسي مقابل 4% فقط لأن نظر مصر دي البرت سعنا. يلا يا عموز بايع بايع هوبع هوبع أكرم. الله الله في انتظار من بأول الأهداف التونسيين سيكرم. آي 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 بايع بايع يا وائل. إذن اللاعب وائل رد بالك يا جو رد بالك يا وائل. تعود اللاعب محمدك ورزمع محمدك ورزمع اللاعب المسلم 63 دقيقة لاعب المنتخب المصري يحافظ على الكرة بما انه يلعب خارج ارضية ميدانه فاكيد الاسبقية ستكون له في مباراة العودة هنالك في استاد برج العرب. على كل عكس هجوم ماذا شكون؟ بتع بتع رونالدو. نذكر اعزائي المشاهدين من البتع هو صاحب الهدف الاول وصاحب الهدف الوحيد في المباراة. على كووووو لكن يسقط فيما صدى تتسلل. يلا يلا يا شباب يلا فيق يلا فيق من نوم العميق. يلا يا حبيبي ومركي بوت وترجع بأصحابك إلى قلب التاريخ. وهذا عموس كرة في قلب الدفاع يا سلام. جول 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 يا حميدو يا غول. هو حميدو حتى بساقه ما يشبيدو. اي 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 زيدو يا حميدو زيدو برافو برافو برافو. اذا اخيرا اخيرا يتمكن المنتخب التونسي من تسجيل هدف التعادل الان في العادات على نظيره المصري. برافو 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 برافو. اذا شفنا اقوى شفنا اكثر من لعبه شفنا عداد. اذا خلينا نقول واحده من الطرق ما اختار المنتخب التونسي مش انه يشك يفك ماسر في الدفاع والنتيجه 1-1 في الدقيقه 72. بالفعل المنتخب التونسي لقى سبيل تسجيل هدف تعادل بعد لمسه ممتازه من الكابيتان وحمزه بن ابراهيم ومنه الى حميده حميد وعفوا اللي تريث وعمل بور رول بالحارس وسجل منه هدف تعادل. المنتخب التونسي الان لازم يحاول يسجل الثاني في المباراه هذه حتى يلعب ممكن مباراه العوده باسبقيه تهديفيه على الفريق المصري. لازم يحاول يسرع حتى في لمساته امام المرمى. المنتخب المصري شوفوه يعني متكتل يعني قرابه كيف اللاعبين 8 لاعبين في مناطقهم واثنين لاعبين مهاجمين واحدين هم اللي وراء خط منتصف ميدان. لكن المنتخب التونسي قادر على تسجيل الثاني ان شاء الله. اكيد اكيد كما ذكرت اذن اخونا مرزا المنتخب التونسي لكن هذه الكره فيها عمر دفاع. لا 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 بعثه دفاعيه يخلص كاش المنتخب التونسي. اذا كيميريت خونا مرزا في وقت المنتخب التونسي كان يبحث على تسجيل هدف الثاني يباغت بهدف من الفراعنه اللاعب البطه البطه هذا هو يعني بين بطه وملا كره وملا حتى على كل بعثة دفاعية في الهدف هذا لازم ممكن حتى الحارس ما كانش متمركز بصفة ممتازة في في المرمى بتاعه كذلك الدفاع كما كان ما غطاش على التصويبة هذه ما سبب الهدف الثاني المنتخب المصري. لازم المنتخب التونسي الآن يركز أكثر ويحاول يسجل هدف تعادل. كنا مطالبين منه باش يسجل هدف فوز لكن الآن مطالب باش يسجل هدف تعادل قبل نهاية السنة. عدنا إلى بالضبط عدنا إلى نقطة الصفر. إذا أخونا مرسى على كل المنتخب التونسي صاحب اللقب واضح إذا المنتخب المصري حاسب له ألف حساب حاسب له ألف حساب. حميدو زيدوا يا حميدو زيدوا يا حميدو يا 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 عكس هجوم هاي عاد شنو تو شنو تو ساعة يوسف مالها راس مالها راس يا بابا عليك يا يوسف لاعب انيس ربرسان حموز يقول
حموس مره اخرى يبعد يا هوبا حل يا حميدو حل يا حميدو زيدو حل يا حميدو زيدو يلا يا خول يلا يا حمزه هوبا بابا بابا ولا يا هوبا يا هوبا رد بالك يا هوبا رد بالك الكل معاك يا هوبا روبرتسون مره اخرى ولعب مينا ولعب مينا ولعبه في رادس ماشي في سينا روبرتسون مره اخرى غريبه يعني المنتخب التونسي متسرع على كل يلعب امام النادي المصري ويلعب امام الوقت اكيد كل شيء مش في صالحه كذلك على ما يبدو المنتخب المصري عينه على الهدف الثالث لكن على كل يلا شباب يلا شباب ما دخلوا صحيح باهي روبرتسون على كل 32 على نهايه المباراه واخر هجوم سيكون الان المنتخب المصري روبرتسون وفي هذا الاول بالضبط يعلن الحكم قبل ذكر الكوكولي على نهايه المباراه بتفوق مصري 2-1 في انتظار ان شاء الله مباراه العوده الذي سيكون بعد لحظات نكونوا كذا كما المباراه الاولى في انتظار بدايه المباراه الثانيه الكلمه ليك خونا مرزا وكنت تحكي لنا بايجاز يعني حول مردود المنتخب التونسي المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه هل انه المنتخب التونسي ما زاد حظه وفره لترشح للنصف النهائي ام لا؟ شكرا بابي. إذن كما قلت المنتخب التونسي انهزم 2-1 أمام المنتخب المصري في مباراة الذهاب بعد نسجل اللاعب المصري بطل في الدقيقة الرابعة ثم المنتخب التونسي عدل النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق حميدو ثم نفس اللاعب المصري بطل في الدقيقة 78 يسجل الهدف الثاني. المنتخب التونسي الحقيقة ما بداش بداية جيدة حيث أنه قبل الهدف في أول دقائق المباراة حاول يضغط حاول يلعب لعب ممكن في نصف ميدان المنتخب المصري كان قريب من تسجيل الأهداف منهم كرة من الدقيقة 10 نحا المدافع المصري من قلب المرمى كذلك هم كانوا هجومات أخرين ما تعاملش معهم بحنكة المهاجمين المنتخب التونسي. المنتخب المصري لعب الحقيقة تكتيكيا كان ممكن أفضل من المنتخب التونسي حيث لعب الدفاع في أغلب ردهات المباراة وشفنا حتى يلعب الكرات العكسية أو الهجمات المعاكسة من اللاعبي هالسنين البطة ورونالدو. ممكن المنتخب التونسي ناقصه أكثر لمسات في وسط الميدان هذين نوهن عليه حتى بعد نهاية الشوط الأولاني لازم يحاول يسرع أكثر في بناء الهجمة ويحاول يخلق أكثر كرات من الأطراف ومنهم إلى العمق الدفاع المصري. إن شاء الله المنتخب التونسي يدارك في المباراة العودة للحقيقة نشوفه قادر منتخب مصري ممكن ذي أغلبية لاعبين من فريق فوتزيلا المصري أحد الفرق الممتازة في الدوري المصري. على المنتخب التونسي يعني كما قلنا يعدل الأوتار في مباراة صح صح هي. مباراة العودة ما عنده كما قلت ما عنده حتى حل بابي منتخب التونسي ممتاز في الكرة هذه يا بابي في انتظار بداية المباراة
في شوط ثاني من مباراة قمة دور ربع نهائي كأس إفريقيا اليوفا، مباراة تجمع بين الشقيقين المنتخب التونسي أمام نظير المصري. كنت شاهدت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفراعنة 2-1. مباراة الثانية مباراة المنتخب التونسي لازم يعدل فيها الأوتار ويسجل لملاه ومحاولة الترشح إلى الدور نصف النهائي. إذن معايا بابي لك الكلمة. بابي مرحبا. شكرا للزميل مرزا. اذا مرة اخرى كما ذكرت اعزائي المشاهدين، عدنا والعاد اعود المنتخب التونسي امام عتبة الانتصار ولا شيء غير الانتصار لتحقيق المنال. اذا والعودة بانتصار الى الديار اكيد. اذا المنتخب التونسي كما قال خونا مرزا وكذا ان يباغت الخصم. اذا لما لا نلعب لعبتنا ونجيب ترشحنا من القاهرة بالذات على كل اللعب. مارتينيلي في تغيير كورة، هذا اللعب أنيس أنيس يا أنيس برع برع يغول، هذا اللعب بتع، هذا اللعب بتع الساحب. إذن خلينا نكون معنا هدفي منتخب المصري أمام النادي التونسي في مباراة الذهاب هنالك في ملعب الأولمبي بيرادس صنع الفرعة المصرية في انتظار من سيصنع الفرعة التونسية هنا في قلب القاهرة. على كل إذن التعادل يزيل صدر الموقف ست دقائق على مبداية المباراة وهذا تغيير وجهة اللعب عن أنيس. يا بابا رونالدو 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 حذاري 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 يا الله توا كل كرة بدمع كل لعبة بدمع. إذن أعزائي المشاهدين أكيد إذن ستكون صعبة على الفريقين. إذن أعزائي المشاهدين بعجلة نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي في حراسة المرمى اللاعب مهدي والدفاع التخدع محور الدفاع اللاعب أنيس جوزيف مادي على يمين فارس على اليسار هوبا أو عفوا إذا محور وسط الميدان هوبا حمزة فارس على يمين كومان إكسل إكسندر دروات اللاعب رزسكيل حسان إكسندر جوش حميد وبكريم باركر ومنينكا في قلب الهجوم. أعزائي المشاهدين يلا يا شباب يلا يا شباب يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يلا يا شباب الله انتم الان فتحتم الابواب هو مره اخرى زيدوا زيدوا يا حميدو زيدوا يا حميدو زيدوا يا حميدو اي 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 يلا يلا يا حبيبي يلا واحد بلاش واحد بلاش. كنا مرسى كيف تكلمت بكينا من الشباب اسمع فيك توسع حتى الكل في الكل والنتيجه 1-0 في 4 ساعه. هذاك اللي طلبنا منه الحقيقه المنتخب التونسي يلعب الكل في الكل خاصه في اول اطوار المباراه. هدف ممتاز بعد عمليه الالاستيكو ومهاره الالاستيكو من حميدو سجل منها الهدف الاول المنتخب التونسي. ان شاء الله المنتخب التونسي ضعف النتيجه مع المحافظه على عذاره الشباك في المباراه هذه. اكيد هذا هو المطلوب. اذا ولا ماذا يقول الحكم ما فماش شيء على كل رونالدو رونالدو يطف المراوغه اش تعمل اش تعمل يلا فوق يمشي يا غول هدي عليه. وهذا شكون هذا شكون بطع يا ولدي مصر كلها في بطع يتشد بطع تتشد مع مصر يلا هذا شكون لاعب مارتينيلي مارتينيلي والتوزيع ماذا يفعل ماذا يفعل وائل وائل الله 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 فن فن في الخروج بالكرة حموز حموز وهذا لاعب شكون هوبا هوبا وين يا هوبا وين وين يا هوبا وين عند روبرتسون يلا يا روبرتسون يلا يا غول يا روبرتسون يا غول يا روبرتسون يا مهبول اي 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 نحبوا في هذه المباراة الأولى. هذا حموز وين الكرة وين ماشية شباب نتريثوا نتريثوا الشباب. إذا كذلك معنا المدرب مرزع. إذا حسب رأيك أخونا مرزع شنو هي التكتيك الذي يجب اتباعه في اللحظات للمحافظة على النتيجة أو إذا لمضاعفة النتيجة أخونا مرزع؟ بابي نتصور المنتخب التونسي لازم يتريث في بناء الهجمة خاصة اللي شفنا برشا كرات أو تمريرات خاطئة كانت في من الجانب التونسي خاصة بعد تسجيل الهدف لازم يتريثوا. نعرف مباراة ممكن مباراة صعبة اللي هي دور ربع نهائي كأس إفريقيا المنتخب التونسي مطالب فيها باش يترشح. ثاني حاجة المنتخب المصري يلعب خطة 3-5-2 هي نفس الخطة اللي يلعب المنتخب التونسي أو الأغلب الفرق يلعبوا بها 3-5-2. لذلك المنتخب التونسي حاول يستغل أكثر الأطراف ويلعب الكرات من اللاعبين الأطراف اللي هم متميزين كل من وائل وحسان
يحاول من خلالهم يدخل الكرة من الطرف نحو العمق بلمسات قصيرة وسريعة باش يفكوا تكتل دفاعات المصرية. إذن واضح الكلام عند خونا مرسى المدرب السابق للمنتخب التونسي، يقول لازمنا كما هذه، يعني شفنا تو ديشي تكنيك حقيقة، يعني تمريرات كانت تكون أحسن وأخف، يعني يلا شباب ماذا بينا كل واحد ياخذ كرة صاحبه يعطيه سوليسيون، يلا يا عموس يلا يا عموس. لكن مسلم هو الحارس من يوم، الحارس من يوم الليلة يا خويا حميدو، برا غير ما نقولوش خير. هاي يلا يا شحاتة، يلا يا شحاتة، يا دانيس لعب دور تورنادو، رونالدو أكيد رونالدو المصري، بطع بطع، وهذا شكون؟ وهذا الهندي يا نيس يا غول، يا نيس يا غول، برافو برافو برافو. مرة أخرى في وسط الميدان وعكس الهجوم، حموس سيب الكرة يا حموس، سيب الكرة يا حموس، يلا يا روبرتا. المنتخب المصري إذن يضيق الخناق على المنتخب التونسي لأكثر من مرة، هو على يمينك كل يعني خذا أكثر من وقت في الآخر أعطاهم، واضح المنتخب المصري خلينا نقولوا يعني نزل بكل ثقل لكن سيطرة عقيمة، ما شفناش فرص إذا تذكر على على حارس المرمى أو خطورة تذكر على كل بيش. شباب ما كملوا كي، لكن حذير من الأخطاء الفاتحة اللي تكلفنا بطولة كاملة وتكلفنا انسحاب، تكلفنا انسحاب أكيد إذا، والكل نعرف، خلينا نقولوا في هذه المباريات اللي تتلعب على جزئيات بسيطة في وقت الاندي كما صار في مباراة الذهاب، يعني المنتخب التونسي في وقت كان لوج على يعني مضاعفة النتيجة يأتي هدف، يعني نقول احنا معاكس فطيح كل شيء في الماء وانتهت المباراة بنظام 2-1. على كل صفحة جديدة، الشوط الثاني في مصر بالذات والمنتخب التونسي مازال متفوق، يلا يا شباب، لا حذر حذر يلا. وفي يوم من الايام بالذات يعلن الحكم على نهاية الشوط الأول في انتظار بدأ الشوط الثاني والأخير، والكلمة ليك خونا مرزع. شكرا بابي. إذن المنتخب التونسي متقدم 1-0 في مباراة العودة أمام منتخب المصري بعد هدف حميد وفتيقة 16 بعد عملية ممتازة مهارة للاستيكو ومنها حتى الهدف الأول المنتخب التونسي. المنتخب التونسي بعد حاول يمسك أكثر الكرة، لكن المنتخب المصري غير من طريقة لعب ومقارنة مباراة الذهاب بعد ما كان يلعب الدروب باك أو الدفاع متأخر. مباراة الثانية شفنا المنتخب المصري يلعب الضغط العالي على المنتخب التونسي خاصة في عند لعب ركلة 6 متر، شوف المنتخب المصري كله متقدم على دفاعات المنتخب التونسي. المنتخب التونسي ممكن صح في حتى في ضربة التماس منتخب التونسي ممكن عدل الأوتار في المباراة هذه، بيخلى واحد من اللاعبين الارتكاز يكون أمام خط الدفاع ما يكونش متقدم كما مباراة ذهب، وإذا المخلى ممكن شوية اتزان في دفاع على المنتخب التونسي. على كل ذي كان ذا الرأي أخونا مرسى وتحليل للشوط الأول المنتخب المصري كما رأوا أعزائي المشاهدين، إذن يعاني في اللحظات وامام خلينا نقول واحد الصراع مع الوقت. يلا حموس، يلا يا حموس، كان نجيب الثاني وكان نجيب الثاني، يا واد جيبها جيبها. يا اكرم صاحبك معاك طول مش مشكل، باه ليه هذا ما نعبوش، باه يا تاخت دفاعي، باه جوزيف، باه جوزيف حلوة عديله طول، لكن روبرتسون المنتخب التونسي قاعد يخسر بكره بغرابه، قاعد يعطي فيها وحذيري من الهجمات المرتده اللي تخلي الدفاع يعني مرتبك، ودفاع نقولوا احنا ماهوش اذا بها كلمري وتكلم في عظامك عادي وفاسيل. يا ليفرز به اذا قلب اللاعب المنتخب المصري كما ذكر، يعني يكون مرزع يلا يلعب الضغط العالي. الله الله الله، رد بالك من الضغط اللي ولد الانفجار، رد بالك يا جار ويا ستار يا جبار، يا ستار يا جبار، يلا يا ويلا واكرم، اكرم يا غول، تعملها تعملها يا اكرم، لك مش برا مش مشكل، انا لكل لعبه عندي شكون هذا فارس، فارس يلا يا فارس كورة بعيدة وضربت 6 متر على كل، يلا مش مشكل شباب. اذا عرضنا نتيجتنا نلقاو انفسنا في الدور القادم، 55% نصبت من الكورة للمنتخب المصري
لكن صفر. اذا تسديدات خونا مرزا بماذا تفسر؟ خلينا نقول احنا عجز المنتخب المصري في التسديد الى عدد دقيقه 60. بابي، نتصور المنتخب التونسي في المباراه العوده لعب ممكن منظم اكثر دفاعيا مقارنه بمباراه الذهاب، وخاصه من خلال المنتخب المصري يلعب الهجمات المعاكسه اللي ممكن ما لقاش المساحات كما لقاها في مباراه الذهاب. كذلك المنتخب التونسي كما شفنا ممكن حتى هو زيد صوب تصويبه وحيده مؤطره على مرمى الحارس المصري، وكان من خلال هدف الاولاني. المنتخب التونسي توا لازم يحاول يلعب الهجمات المعاكسه في ظل تقدم اللاعبين المصريين، يحاول يسرع في الهجمه المعاكسه مع الاتزان الدفاعي في قادم اللحظات. بالضبط كما ذكرت خونا مرزا، كذلك نشوف المنتخب التونسي قاعد يطلع على النذير المصري ويفتك الكره في وسط الميدان، ونعرفوا اعزائي المشاهدين اللي يفتك وسط الميدان يفتك المباراه. اذا اللاعب مسلم، شوف المنتخب التونسي كيف ساعد ويلعب يعني بكل جراه على النذير المصري في اللحظات. المنتخب المصري كما قال خونا مرزا ما لقاهاش امام يعني الامتثال الدفاعي للمنتخب التونسي، يعني منتخب واقف مليح فما لقاهاش يعني حتى في المباراه الفاتحه، يعني كانوا زوز اهداف، الاولى كانت في بدايه المباراه كانت يعني ببعد دفاعيه، والثانيه كانت بغريبه. الله الله الله، عمل باس لو تعدى يا انيس، وين الدوره وين التاكل واضرب يا انيس. مازالوا 20 دقيقه، مازالوا 20 دقيقه على كل لمن ستكون عزيزي المشاهدين. حميدو زيدو يا حميدو، زيدو 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 روبرتسون. حسين كان قادر باش ممكن يعطي باس افضل من التصويب في الكره هذه. مو تم الجول، الجول اذا كان خرج له تري على كل. هذا هو الفرق بين التسرع والاسراع خونا مرزا، اكيد الخبره تلعب دورها على كل. الخبره تكتسب مع البطولات ومع المباريات ومع خلينا نقولوا احنا اللقاءات الكبرى. اكيد منتخب تونس ومنتخب مصر نحكي يعني على صراع ازلي بين هذين الشقيقين. الكره عند انيس هوبا، اذا حقيقه هوبا حتى في مباراه الذهاب خونا مرزا ما شفناش هوبا اللي نعرفوه، هوبا اللي جاب تريح، هوبا خلينا نقولوا احنا هوبا نعرفوه باهي، هذا هوبا يجاوب الوقت، يجاوب الوقت. هذه باس يلعب صاحبك معاك على كل. المنتخب المصري مازال يظن يعاني ومازال يبحث على اول تسديده. المنتخب التونسي كذلك اذا وكانه بوجه اخر. هذا شكون؟ لا لا روبرتسون، روبرتسون تمريره خاطئه، تمريره خاطئه بالنسبه لظهير رئيس المنتخب التونسي، وهذه قلب الكوره مارتينيلي. بطه رد بالك من بطه، رد بالك من بطه اللي يحط فينا حتى يا سلام وترسينا بقصيرة ساكر معايا تونس ونستلف المحطة. وهذا شكون؟ وهذا شكون؟ يا بابا عليك فرير، يا غول يا وائل، يا وائل يا غول. والكرة ستة أمتار، 10 دقائق تفصل المنتخب التونسي على الترشح لدور نصف نهائي لإذا كأس إفريقيا الأمم لبطولة الفيفا برا كلوب. هذا اللاعب مجد عندنا هازنبرغ وعندنا مينا ودي يمينة ودي يمينة، رد بال رد بالك تماركينا، ودي يمينة رد بالك تماركينا وتخلي الدموع في عينينا. هو فارس، هو فارس يا بابا حلوة. ولكن الكرة مرة أخرى المنتخب المصري يلعب إذا بتكتيك الأول أوت ديفنس، أكيد التوبر لاتاك. الله الله ومحليك يا تونس كي تلعب بتيك تاك، تيك تاك الخصم في الساك. هذا انيس، باه يا انيس، حلوه يا انيس، مزيانه يا انيس. اوه ما زالت المباريات، بطة حذاري من هذا اللاعب، حذاري من بطة، حذاري من بطة على كل. بابا 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 مش ممكن، مباراة عالمية، مباراة اذا خونا مرسى اذا كامل مباراة كاملة في وسط الميدان ما شفناش، شفنا يعني تزيدة وحيدة فقط، تسديده واحده 90 دقيقه. دقيقه اخونا مرزا، صحيح دقيقه اخونا مرزا، تفضل. صحيح، فالفريقين كانوا
يعني في وسط هي معركة وسط الميدان. المباريات هذه شفنا الكرات ممكن حصلت في وسط الميدان، المنتخب التونسي مش قادر ممكن يوصل الكرة للمهاجمين بتاعه كما هو الحال. المنتخب المصري يحاول ممكن يوصل الكرة للمهاجمين، لكن دفاعيا تونس متكتلة. ما نعرفوش هل تونس رشحت بالنتيجة هذه بنظر ان المنتخب التونسي نهزم 2-1 مباراة الذهاب. ممكن ننتظروا هل ما نشوف القانون بتاع الكيس هذه في المنتخب التونسي انهزم 2-1 على الارض وفاز 1-0. هل سيكون معناتها زي كما يقولوا اخواننا افضليت مش افضليت الهدف تولي المنتخب المصري ويترشح على كل اما بتكون كما مباريات الويفا تشامبيونز ليج في الكره القدم الواقعيه يتم الاحتكام الى مباراه فاس تقول انت ولا مباراه ممكن في الانتظار ننتظروا ممكن شنيا باش يكون بالضبط الراي بعد لحظات. على كل نعطيه ممكن حوصله على مباراه العوده. المنتخب التونسي سجل هدف تاعو في الدقيقه 16 عن طريق حميدو بعد مهارة الإلاستيكو وهدف في شباك على الحارس المصري. منتخب التونسي لعب تكتيكيا أو تنظيميا كذلك أفضل من مباراة الذهاب خاصة أكيد. الدفاعية شوفوا حتى تغيير ممكن في التكتيكي صار هو واحد من لاعبي الارتكاز فارس شفناه أكثر متمركز في الخلف تفاديا للهجمات المعاكسة اللي هي متميز فيها. إذن باش كما قالوا لنا زملائنا في الاعداد هناك مباراه فاصله زي المشاهدين بين منتخبين ستصلع في ملعب محايد ولا في اذن ستكون نشوفوا ممكن القرعه وماذا ممكن تصور في ارض المنتخب التونسي بحكم هو كان متصدر مجموعته. احنا نختار الجزائر ومصر تختار لي هو نكرر اخويا إذن نجم يكون كما قلنا مباراة فاصلة بعد قليل بين المنتخب التونسي ومنتخب مصري. إذن أعزائي المشاهدين ما تبعدوش بعيد ابقوا معنا بعد قليل في مباراة ستحدد من المترشح إلى الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا الأمم أوفا. إذن ابقوا معنا.
اهلا وسهلا مساء انتم اليوم على موعد مع مباراه فاصله بعد ما كنتوا شاهدتوا مباراتي الذهاب والعوده بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. منتخب التونسي كان هزم مباراه الذهاب 2-1 ثم فاز 1-0 اذن بحساب مجموع المقابلتين 2-2 التجأوا الى مباراه فاصله وهي اللي باش تحدد من سيتاهل الى دور النصف النهائي. اذن معايا بابي. مرحبا بابي. شكرا للزميل مرزا. اذا كما ذكرت اعزائي المشاهدين عدنا والعودة احمد مع ثالث مباريات هذه الليله. اكيد مباراه اولى كانت هنالك في ملعب الاولمبي بيرادس، كانت النتيجه اذا 2-1 المنتخب المصري، وفي مصر بالذات ياتي المنتخب التونسي بتعادل ويتم اذا من خلال ذلك الاحتكام الى مباراه فاصله. وهذا درس يا سيد يا كرام، درس يا سيد يا كرام. الان يا بابا لكن العكس هجوم، الله الله زعما نشوفوا درس بالعكس ولا هجوم ولا نتبع على اشاعاتها شو يعمل اشاعاتها رونالدو. اذا حقيقه المنتخب التونسي يبدا بجمله تكتيكيه 40 باس 50 اللي هو يخرج راس الراس، ولكن الافضليه كانت للحارس المصري يجود اذا بالذود عن مرمى في هذه اللحظات. على كل اذا اعزائي المشاهدين التشجيع متوصل لمنتخبنا التونسي، ان شاء الله نروح في دور نصف النهائي وحافظ على اللقب نتاعو للبطوله، هذه البطوله الافريقيه. اكيد نذكر اعزائي المشاهدين بالمنتخب التونسي وساعه من اللقب امام الهدير اللوبي. المنتخب التونسي اكيد الآن هو في مواجهة المنتخب المصري. يلا يا مارتينيلي يلا، 4 سنين على توش باهي. على كل هذا يا زمبارك، تعود الكرة لعب مسلم مرة أخرى لاعب أكرم في وسط الميدان. إذا حسب ما نشوف المنتخب التونسي والمنتخب المصري يلعب حذر، بما أنه خلينا نقولوا احنا أخذوا الدرس من المباراة الأولى والثانية، وهاتي المباراة الفاصلة. لكن الدفاع فتختي عكس الهجوم وتغيير وجهة اللعب في العادات. لاعب شحاتة يعود هنا في وسط المدينة، لعب مع هذاك ونسمع ايزنبرج. مينا لكن مينا مش علينا، مينا مش علينا يا بابا، مينا على روحك مش علينا. على كل المنتخب التونسي هنا في اكيد يموه العب حلوة. يلا يا حميد، يلا يا حميد، يلا يا حميد، وان شاء الله لينا نغنيو، ان شاء الله نغنيو. وزيدوا يا حميد، زيدوا يا حميد. على فكره اعزائي المشاهدين شفنا 4 اهداف المباراه الاولى والثانيه، زوز البته والزوز الحميد. من سيكتب اسمه بيعرف ذهبيه في المباراه ويكون من المسجلين في انتظار اللاعب باركر وكذلك وائل. على كل حلو، يلا يا انيس هوبا امشي هوبا هوبا. هذا هو دينامو المنتخب التونسي. حموس بها مره اخرى، حموس وائل حلو يا وائل بها يا اكرم. كانت تفك اذا خونا مرزا لحد اللحظات، وكانه كل منتخب يعني يلعب سيف اكثر من لازم. يا بابا يا بابا غريبه غريبة وعجيبة، المنتخب التونسي يضيع ثاني فرصة لافتتاح باب التسجيل. خونا مرزا شنو تعليقك على الهدف في أول مباراة؟ المنتخب التونسي كان الحقيقة هو أكثر ماسك بزمام المباراة، يحاول يلعب أكثر أو يمتلك أكثر الكرة. المنتخب المصري لعب ممكن متكتل دفاعيا كما لاحظناه في المباراة الأولى، مباراة الذهاب. المنتخب التونسي لازم يبحث على المنافذ للوصول إلى الحارس المصري. شفنا الحقيقة في هجمة أخيرة كان قريب من تسجيل الهدف الأول المنتخب التونسي، ولكن الكرة اللمسة الأخيرة كانت ناقصة اللي كانت تؤدي إلى مرمى الحارس المصري. لكن حذاري من صحة يا غول، صحة يا الياس يا غول، برافو برافو. اذا الياس كما ترى مهدي، كما ترى اذا خونا مرزا يبدا عندك حارس كبير
يخليك في مباراة على عكس ما صار في المباراة الأولى. أخونا مرزا صحيح شفنا تألق الحارس النومي في الكرة هذه، ممكن كان هدف بنسبة 90% كان هدف المنتخب المصري، ولكن تألق هدف محقق بالطبيعة. خرج المهاجم المصري وجه لوجه مع الحارس التونسي، لكن مهدي اللومي الحارس نادي رياضة حمام أنف كان متألق في الكرة هذه وفسخ هدف أول للمنتخب التونسي، عفوا المنتخب المصري. ممكن في المباراة الذهاب لمنا عليه اللي كان نجم يتصدى على الهدف المصري، لكن الآن تألق في الكرة هذه. أكيد اللي فات مات واللي راح نتعلم من أخطائنا ونبني جديد. يلا في هذه المباراة حديد من حديد، يا سلام. وين ماشي رونالدو؟ وين يا بابا؟ وين يا بابا؟ وين ولا يضربوك ويخلوك جفع؟ هو هذا المدافع على طريق بن الهيفا يستطيع علينا اعزائي المشاهدين من الجود على دفاع المنتخب التونسي. مارتينيلي مرة أخرى، مارتينيلي كورة عند اللاعب حمدي، حلوة من عند حمدي. يلا يا غول، يلا يا غول، يلا يا والي مهبول، يلا يا غول مرة أخرى. ما تعدتش، ما تعدتش وما كملتش. لا 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 لا. حذير حذير حذيري. وينك يا روبرتسون؟ رد بيرك مدورة. حلوة يا روبرتسون يا غول، حلوة يا غول يا روبرتسون، حلوة ياسر، حلوة ياسر. مباراة أو خلينا نقول واحنا إذن أعزائي المشاهدين وصلنا دقيقة 43 في هات العادات. إذن بالضبط دقيقة 43 الآن في هات العادات، شفنا فيها 25 دقيقة باسم المنتخب التونسي و20 دقيقة باسم المنتخب المصري. يعني مباراة عظيمة حقيقة، مباراة نارية تخلو أكيد من خلينا نقولوا احنا التكهنات المسبقة. شفنا مباراة أولى في تونس وفات لمصلحة مصر، ومباراة مصر وفات لمصلحة تونس، أكيد واحد ما فاهم والو. وفي هذا الأمر بالضبط الدنيا الحكم على التعادل ونهاية الشوط الأول في انتظار بدايه الشوط الثانيه. الكلمه ليك خونا مرزا اكيد اذا في التحليل. شكرا بابي. اذا نهايه شوط اول 0-0 بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي بعد غياب تسديدات او ممكن تسديده وحيده كانت لصالح المنتخب المصري. التسديده كانت الحقيقه عمليه ممتازه. المنتخب المصري خرج فيها المهاجم بطل يصاحب الهدفين الاثنين في مباراة الذهاب، ولكن الحارس المهدي اللومي كان متألقا وصد هذه الكرة. المنتخب التونسي ممكن مسك اللعب في أول ردهات اللقاء، ثم المنتخب المصري هو اللي فرض أسلوبه وقعد يمسك أكثر الكرة في منتصف ميدان المنتخب المصري في انتظار شوط ثاني. إن شاء الله المنتخب التونسي يفيق، وثاني حاجة يحاول يركز على الهجمات المعاكسة اللي كان في شفنا في الشوط الاولاني، كان دقش مره يكون المهاجم المصري في عمليه واحد لواحد. ظن حاضر في تلاحظات المنتخب المصري، يعني وكانه السبيسياليتي نتاعو المباغته. منتخب مصري يحاول يلعب على لي مومون فيبل، اذا باش يقولوا احنا يسجل ثم يلعب هوايته وهي الدفاع. على كل اذا لاعب مينا، لا 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 لا، حذاري 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 يا بابا. وهذا عامل دفاع سجون روبرتسون. يلا يا هوبا، يلا يا هوبا، باهية مش برشا برا، مش مشكل. لعب الكابتن شعاتة بطة كرة في ظهر الدفاع. عزيزي المشاهدين مارتينيلي اللي يقوم بالتوزيع ولا يوزعها ولا مارتينيلي. رد بالك، شنو هذا؟ شنو هذا؟ مش هكايا يا بابا. ديجاج معور مكان هكايا. والدفاع التونسي نسور قرطاج الآن تعلق في سماء، في سماء أكيد إذا البلد المحايد. الآن 0-0 أكيد، لكن الدفاع حاضر والدفاع موجود. المنتخب التونسي يعيش في لحظات عصيبة لحظات، بما انه يعاني من المهدي، من المهدي لعب له بنظاف من الاوائل، من الاوائل. رد بالك، حلوة حلوة ياسر. يلا يا حموز، يلا حم دور يا حموز، دور يا حموز،
دور يا حموس وخلي المصري منبوس سنتر او لا غريب. عاود له حميدو ما يجيبو كان حميدو طرح ما يجيبو كان حميدو زيدو يا حميدو الله عليك قبيح قبيح هكا حميدو باهي لا مع كل. اذا لعب مينا حذير الشباب كذلك اذا من البطاقات الصفراء والحمراء يمكن في حاله تعادل مره اخرى يمكن يتم لاحتي كامل القواعد لعب النظيف على كل مازال نعرفوا شيء مسيرة المباراة اذا في 60 دقيقة لعب او 64 دقيقة لعب لا جديد يذكر لا قديم ولا قديم يعاد وحقيقة الميدان في درهين تقول وانا الكلمة اللي فيها لعدة لحظات لا مع زيبرك اذا لعب مينا زيبرك مرة اخرى المنتخب المصري من دقيقة 25 هو ماسك بزمام الامور حذير اذا المنتخب التونسي ملا بوش ملا بريسينج ملا تونس وملا برا برا يا بابا الضغط الضغط يا ولد الاخطاء ورد بالك يا مصري من غلطة وغلطة الشاطر بمليون باهية وعلى كل مهدي مرة اخرى امشي وسط ادخل وسط يا حبيب هدي وسط الساعة على كل هذا نيس انيس مرة اخرى دفاع يا حلوة حلوة يا حمزة حلوة يا غول حلوة يا غول حلوة يا غول يا وائل مقبول حط له يا بابا حط له شوية بنة وشوية فل وشوية شلبيقة وشوية ريقة لا 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 يا معوي كده الشلبيق بطريقة بابا 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 يا وائل انت من الاوائل وخليت له عام المصريين سائلة ملا وائل ملا وائل خلى الحارس مائل خلى الحارس مائل وحتى حد عليه سائل مش ممكن ملا توسع نقروهم نقروهم لدغوهم ضربوهم اي 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 اذا اخونا مرزع المنتخب التونسي ما كانش حارة لحظات لكن يستطيع من خلينا نقول واحنا ينقر بونتو صحيح صحيح المنتخب التونسي فعل كما نقولوا المطلوب منه اللي هو تسجيل هدف في شوط ثاني في بعد مرور نصف ساعه تصويبه ممتازه من عند وائل غديري ابراز كيز لاعب الترجي التونسي تصويبه في على يمين الحارس ما كان لها صد ولا رد بعد كما نقولوا تايمينغ صحيح وكان هو منها الهدف الاولاني للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي لازم الان في ما تبقى 10 دقائق الاخيره يحاول اكثر يكون دفاعيا اكثر يحاول لاعبي الارتكاز خاصه ما يتقدموش يحاول يكون هما سند للاعبي الدفاع تفاديا للكرات اللي تمر في ظهر نحو المهاجمين المصريين اللي متمركزين بجانب مدافعين المنتخب التونسي. الان لازم التركيز اكثر وخاصه ما لعبوش ما يكونش فما ميسباس في ما تبقى أكيد. من وقت المباراه زلقه فلق بالفعل اكيد 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 كيما دائما المباراه تقول لازم تكون نصب العين يعني غلطنا غلطتين ضربنا فهم سوسبونت في مباراه خلينا نقولوا احنا كيما هذه غلطه الشاطر بمليون عبلوطه يلعب عبلوطه امشي حلو حلو يعني المنتخب التونسي برده بالاعصاب وعكس شو بابا 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 يا حميد يا حميد وما نخسرش كره في الوسط يا حميد خليني نحبك يا حميد خليني نعزك يا حميد زيدوا يا حميد زيدوا يا حميد الله 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 يا لاعب بتع وهذا لاعب مجد يا لاعب مجد بتع مره اخرى وليه وشكون الساعات اذا 87 دقيقه لعب وحقيقه الميدان في درهين تقول انا الكلمه للنصور الى حد الان 88 دقيقة لعب يا سلام لمن ستكون يا حبيبي لمن ستكون يلا نتبع نتبع لين المنتخب التونسي يحاول اذا وهو حلو باهية مش باهية برشا لكن باهية برشا الان هذا بكري يلا يا غول حل حل الصاحب باهي يلا شباب برافو نشدوا كورة حموز يا غول يلا فما الثاني زعمة فما الثاني فما الثاني ونخلوا مصري عاني نتبع الان 90 دقيقة لعب والحكم إذا 90 دقيقة
وباخر هجمة، اخر فرصة، اخر كورة، اخر لمسة، اخر اتاكة، اخر بينتراسيون، ويا يا 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 يا. مبروك مبروك مبروك، الف مبروك للنصور، النصور تغور، النصور تغور على الفراعنة. برافو برافو، المنتخب التونسي حجز مكان في ادوار اثنائي للبطولة الافريقية، اذا بتسجيله او نقول احنا بانضائه على زوز مباريات مقابل مباراة واحدة امام نظيره المصري. برافو على كل، مبروك منتخبنا، هرداك الفريق المصري. واكيد نمشي مباشرة للاستوديو مع اخونا مرزا لتحليل شنية صار في اخر ربع ساعة من المباراة. شكرا بابي. اذا مبروك المنتخب التونسي الانتصار 1-0 وترشحه الى الدورة النصف النهائي لكاس افريقيا اليوفا. منتخب التونسي تعدى بمرحله عصيبه الاخر، خاصه في بدايه المباراه شفنا يعني المنتخب المصري كان هو المتقدم، كان هو اللي يلعب الضغط العالي على اللاعبين تونس، ما خلاهمش يخرجوا كره، مع انه ممكن جاته فرصه لتسجيل هدف في الشوط الاول عن طريق المهاجم بطل اللي هو نفس هذا المهاجم، سجل ثنائيه في مباراه الذهاب اللي انتصر فيها المنتخب المصري 2-1. ثم عاد المنتخب التونسي على فكره 1-0 مباراه العوده. اذا ثم المنتخب التونسي الحقيقه ما لقاش او ثغرات او منافذ لايصال الكرات للمهاجمين، قاعد يلعب بلعب عرضي اكثريه في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني ممكن المنتخب التونسي استغل الفرصه اللي اتيحت له، وكان وائل الحقيقه بتصويبه لا تصد ولا ترد، كان من خلال الهدف الانتصار. تصويبه ما يعرف سرها، كان هو يعطيك صحه، كان تايمينج يعني لعبها بالتايم فينيشينج اخضر، يعني مشيت كرتوشه الحارس المصري، وهي كانت سبب في ترشح المنتخب التونسي للنصف النهائي. مباراة ممكن بعد الهدف المنتخب التونسي لقى بعض الإشكاليات خاصة في إخراج الكرة، خاصة لأن المنتخب المصري لعب الضغط العالي بطريقة ممكن حتى متهورة، شفنا في آخر 10 دقائق شفنا ضغط عالي على لاعبي الارتكاز، ما خلاهمش يلعبوا كرة، ممكن حتى المهاجمين كانوا حاولوا يربحوا أكثر وقت في مناطق المنتخب المصري، لكن كل مرة كانت تخسر الكرة. على كل هو الفايدة الانتصار في المباراة هذه أمام منافس عتيد، كنا انهزمنا ضده في مسابقات فايتة، خاصة في مسابقة الIFG في الموسم الفارط، واحد بعد مباراة كذلك ثالثة نذكرها، وكنا انهزمنا ضده كذلك في كاس افريقيا نهائي كاس افريقيا في بي جي سنة 2020 بعد مباراة كذلك فاصلة ثلاثة. يعني ديما مو اللقاءات مع المنتخب المصري تكون لقاءات شقيقة، صحيح ديما تنافس بين المنتخب التونسي والمصري، ممكن حتى في كل الفروع والرياضات الرياضات الأخرى، يعني لجانب ممكن انتقلت هذه انتقل هذا حتى للرياضات الإلكترونية، ديما تنافس بين قطبي القارة الأفريقية المنتخب التونسي والمنتخب المصري. معناها كان نقولوا هارد لاك للشقيقة مصر، وحظ أوفر في باقي المسابقات، ومبروك المنتخب التونسي بالفعل، وإن شاء الله يتقدم عند خطوة لخطوة للمحافظة على كأس أفريقيا اللي كان فاز فيها في الموسم الفارط. بابي فضل لك الخط. على كل إذن شباب نقول لك وصلنا نهاية بثنا، ما بقى كيش نقول لك صباح الخير، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع مواعيد أفريقية لاحقا.